تتصاعد حدة المعارك على الأراضي الأوكرانية، وتزداد معها وتيرة الهجمات والهجمات المضادة، خاصة على الجبهات الشرقية والجنوبية الشرقية. حسب السلطات الأوكرانية، أوقع هجوم صاروخي روسي على مدينة تشيرنهيف الشمالية البلاد قتلى وجرحى، وخلف دمارا في البنية التحتية للمدينة. أما في كييف فتقول القوات الجوية الأوكرانية إنها نجحت في إسقاط 15 طائرة مسيرة من طراز شاهد في سماء العاصمة، أطلقها الجيش الروسي في إطار هجمات جوية منتظمة. كما أشارت إلى أن الهجمات المكثفة باستخدام المسيرات ألحقت خسائر مادية كبيرة من جراء الانفجارات التي هزت المنطقة. وسط هذه التطورات تبرز التحركات اللافتة للجيش الأوكراني، الذي يواصل شن هجمات واسعة النطاق على مناطق روسية. تقول وزارة الدفاع الروسية إنها أحبطت هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة على موسكو لم يخلف أي خسائر مادية وبشرية. في سياق ذلك، لا تزال المناطق الحدودية الروسية في مرمى الهجمات الأوكرانية. تشير السلطات الروسية إلى أنها أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بلغراد التي تتعرض إلى استهداف أوكراني متكرر منذ أيام. كما شهدت منطقة نوفغورود غربي موسكو هجوما استهدف مطارا عسكريا، أدى إلى نشوب حريق ضخم في مهبط الطائرات وألحق أضرارا بطائرات حربية. وعلى جبهة القتال في خرسون، بثت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو قالت إنها لسيطرة قواتها على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وأضافت أنها قضت على 150 مقاتلا من القوات الأوكرانية حاولوا عبور النهر. وعلى وقع التحركات العسكرية الروسية، يقول الكريملين إن الرئيس بوتين عقد اجتماعا مع كبار قادة الجيش بمقر ما تسميها موسكو العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وأشار الكريملين في بيان إلى أن بوتين استمع إلى تقارير رئيس الأركان العامة وقادة المناطق العسكرية وغيرهم من كبار الضباط للوقوف على آخر التطورات الميدانية للحرب.